السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة انجليش ويز سارة، الانجليزية مع سارة. قبل ما نبداو ما تنسوش ديروا اعجاب واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. يلا نبداو. تكست النص. My family، عائلتي. Hi، my name is Tom. مرحبا، اسمي توم. I am 11 years old. I am 11. 11 شحال؟ 11. Yes. I am 11 years old. في عمري 11 سنة. I am from Great Britain. I am from Great Britain. يعني أنا من بريطانيا العظمى. يعني بريطانيا. I am a pupil at Broadstone Middle School. I am a pupil. أنا تلميذ at في متوسطة ميدل سكول، معناتها سيام متوسطة واسمها برودستون. كيما نتوما مثلا المتوسطة تاعكم السيام تاعكم وين تقراو واسمو مثلا بالمهيدي، زعما العربي بالمهيدي، متوسط العربي بالمهيدي زعما، يعني على سبيل المثال كل واحد دوكا يشاهد الفيديو ساديبون اسمها المؤسسة تاعهم. هذا المؤسسة تاعو واسمها برودستون. I have a lovely family. عندي I have عندي A lovely family، عائلة محبة وهيلة. يعني a nice family ولا. Susan is my mother. Susan هي my mother أمي. She is 41 years old. في عمرها شحال؟ 41. And she is a doctor. وهي طبيبة. Doctor. She loves وش تحب؟ She loves تحبه. Cooking. طيب. Delicious food. Delicious food يعني الأكل لذيذ. Delicious. My father's name is David. My father's name يعني الاسم تاع الأب تاعي is هو David. واسمو David بابا. He is 42 في عمره 42. He is a lawyer. محامي. He is a lawyer. هو محامي. My father loves his job. My father أبي شتو هادي ماي، هي زعما كي نقولوا ماي فادر، فادر معناتها اب. ماي هادي كيما نقولوا بالعربيه ابي. شتو ليا هاديك تاع الملكيه هي ماي، ماي فادر يعني الاب تاعي. لافز هيز جوب يحب الخدمه تاعو، هيز جوب العمل تاعو. اي هاف وان براذر، اي هاف وان براذر، انا عندي وشنو وان براذر اخ واحد. هيز نيم از جون. His name الاسم تاعو is John، هو John واسمو John. He is 18 years old. He is 18 في عمره 18 سنة. He is a student. He is a student. هو وشنو؟ student يعني طالب، يعني يقرا في لافاك ولا باك، عنده الباك هذا العام ولا غالبا student يقولوها اللي يقراو في لافاك. بصح بالنسبة لكلمة pupil، هنا pupil تلميذ يكون صغير كيما زعما في السيام ولا بعد student كي يكبر يولي student، يولي طالب student. I love my family. أحب عائلتي. My family. They always take care of me. They always هما دايما take care of me يعتنون بي. I have a cat. I have a cat. عندي قط. Its name is Pongo. Its name يعني الاسم تاعو is Pongo. واسمو Pongo. It is big and cute. It is big كبير and cute وصغير وظريف. cute معناتها مينيون ظريف يعني كبير وكيوت. I like my cat. I like my cat. أحب my cat القطة أو القط تاعي. so much كثيرا. what about you؟ ماذا عنك؟ عاود قرا النص خطره زوج ثلاثه راني قراه عاود له بزاف علاه باسكو الاسئله اللي راهم جايين عليه. reading comprehension question 1 activity 1 read the text. read the text يعني اقرا النص. and complete the table واكمل هذا الجدول. عندنا name وعندنا age الاسم. name age معناتها العمر، الاسم والعمر، الاسم والعمر. تاع من؟ تاع mother. mother شكون؟ وش معناتها mother؟ يعني الأم. وهنا father يعني الأب. brother اللي هو الأخ. بون نشوفه في التكست.
ونجو نعمرو هاد الجدول. نبداو بماذر نيم واسمها ماذر. وش قال؟ سوزان is my mother. واسمها سوزان. سوزان. وبعد age شحال في عمرها؟ she is 41 years old. father my father's name is David. اسمه David. شحال في عمره؟ he is 42 years old. brother my brother who is my brother I have one brother his name is John. اسمه John. شحال في عمره؟ he is 18. 18 years old. Activity 2. Read the text and answer by true or false. جاوبوا بشرو صحيح ولا فولس خطأ. 1. Tom has two brothers. Tom has عنده two brothers. زوج إخوة. Tom has two brothers. هيا نشوفوا إذا صح عنده زوج. وش قال هو؟ I have one brother. ما قالش two brothers. قال one. واحد. دونك وش نقولوا عليه هنا الإجابة تكون؟ False. 2. Tom is a lawyer. احنا كي قرينا النص وش قلنا؟ شكون لي a lawyer؟ شو شكون لقينا؟ father. father هو lawyer. كانوا قد يزيدوا هنا يا خانة واحدة اخرى يكتبونا فيها job. يماجين زادوا لكم هنا يا job. لازم تمدوا job زعما تاع mother, father و brother. هاوك job. الخدمة تاعهم. mother وشنو job تاعها؟ قالوا شي is تكتبوا a doctor. a doctor طبيبة. father تكتبوا بلي he is تكتبو a lawyer. ماكلي تكتبو he is كتبو برك a lawyer محامي. brother ما يخدمش بصح وشنه وش يدير في حياته؟ he is a student. a student طالب. دونك جو تكتبوها هنا student. a student. كيفاش تعرفوا الخدمة؟ مثلا ماكمش ما تعرفوش كلمة lawyer مثلا ما على بالكمش وش معناتها. وش ديروا زعما تروحوا تحوشوا على فادر كي يهضر على فادر يقول ماي فادر هاي كلمة فادر. نيم نيم ديفيد خلاص اسمه. كي تلقاو زعما هي از شي از هادو كامل ولا اي ام هادو كامل يبينوا لنا بلي موراها يقدر يقول لنا وشنها الخدمة تاعهم. مثلا يهضر على يمه سوزان غير قال شوفوا شي از 41 العمر باين هذا بلي العمر. ومن بعد شي از تروحوا تجيبوا الكلمة اللي تكون موراها الدكتور جيبوها. ومن بعد تزيدو قراو تلقاو زعما هي از ومن بعد تلقاو ا ولا ان ومن بعد موراها كلمه جيبوها كامله هذيك هي الخدمه. زيدو هنايا ثاني هي از ا ستودنت ا مع كلمه واحده اخرى جيبوها هذيك هي الخدمه تاع من هي شكون هي هي نكملو هي هي جون شكون جون هي براذر خلاص. هذه طريقه باش تعرفوا. دونك واش نقولوا هنا؟ نقولوا فولس. توم ماشي لاير. توم هي از ا بيوبل. توم is a pupil. توم تلميذ ماشي محامي. باباه اللي محامي. his father. he loves his cat. he loves يحب his cat القطة تاعو ولا القط تاعو اسمه بونغو يحبه ولا لا لا. I like my cat. قال I like. I like نعرفه بلي I like هي synonym هي المرادف تاع love. donc like مع love نقوله he loves his cat وش نقوله true صحيح. Now we move to the next question. واش عندنا هنا؟ عندنا synonyms. Find in the text. من نص واش نجيبو synonyms. Relatives. Relatives واش معناتهم؟ أقارب تاعك. صافي. synonym تاع relatives هو خمو شوية. إيه. نقولو family. دقيقة نزوميو باش تشوفو مليح ماهيش تبان. هاكا. family. وعندنا occupation. وشنو occupation؟ وش معناتها occupation؟ عمل ولا مهنة. نقولو job. job معناتها مرادف تاع occupation مهنة. activity 1 for master of language. match the job with the right workplace. نربطو job. وشنو job قلنا؟
هي occupation. وشنها occupation ولا job؟ هي مهنة. بمن تربطها much with مع من؟ the right workplace. workplace يعني مكان العمل. work عمل. place مكان. workplace مكان العمل. the right يعني صحيحة. عندنا زعما pilot, policeman, fireman وعندنا teacher. كل واحد وين يخدم؟ pilot تعرفوه اللي يخدم في الطيارة باين. طيار. وعندنا policeman. رجل شرطة. fireman رجل إطفاء. teacher اللي هو الأستاذ. عندنا school, fire station محطة الإطفاء. هذه ما عندها، شوفوا fire ما عندها النار، مش محطة النار، قصدهم محطة الإطفاء. هما هكا يقولوا لها in English fire station. عندنا police station محطة الشرطة ولا مركز الشرطة، مش محطة، ميبون قولوا مركز الشرطة. airport هو المطار. دونك كل واحد وين يخدم؟ أيا نبداو. pilot وين يخدم؟ يخدم في وين؟ ركزوا. yes airport. policeman يخدم في police station. fireman يخدم في fire station. teacher يخدم في school. fireman معناتها رجل النار. fireman قصدهم هنا يا رجل الإطفاء، حذاري اسمه هو اللي يطفي النار بهذا المعنى، على بها سموه fireman، هو اللي يطفي النار. activity 2 choose the correct answer، خير الإجابة صحيحة. نبدأ ب 1. my brother is a ولا an judge. هنا وش نديرو؟ كي نقولو a ولا an نستعملوها للنكيرة، كي نحبو نقولو زعما نقدرو نستعملوها مثلا في الجوب، كي نحبو نقولو جوب تحكش واحد. my brother اخي is وشنو judge، judge معنتها قاضي، القاضي اللي نشوفو في المحكمة ولا. اذا وش نقولو a ولا an؟ نديرو أ. علاش أ؟ علاش؟ على أي أساس؟ والو، تروح تشوفو الكلمة اللي موراها بمن تبدأ. إذا تبدأ بفوايل ديرو أ أن، وإذا تبدأ بكونسوننت ديرو أ. وشنوهم فاولز؟ وشنوهم لي فوايل؟ أ أي أو يو مع إي. وعندنا إغريك واي، خطرات يكون هو سيمي فاول، خطرات فوايل وخطرات لا لا. بون، كي يكون الكلمة تبدأ بوحدة من هادو وش نديرو؟ نكتبو أن. إذا ما بدأتش بوحدة من هادو وش نكتبو؟ نكتبو أ. my uncle يعني خالي ولا عمي is a ولا an engineer. بمن يبدأ هنا؟ يبدأ بال E. ال E راهي وحدة منهم هنا. yes هايك ال E. دونك وش نخيرو؟ نخيرو an. very good. 2. سلمى is my sister. سلمى هي أختي. ياك هي ولا she is a doctor؟ هو ولا هي طبيبة؟ مادام ما نهضروا على سلمى صافي، شكون نقولوا؟ هو هي نو no. قولوا شي هي. وي إيز ولا آر فروم ألجيريا؟ وش نقولوا؟ وي آر فروم ألجيريا، نحن من الجزائر. علاش هذا فيرب تو بي؟ فيرب تو بي وش نعرفوا على فيرب تو بي؟ نقولوا آي أم، يو آر، وي آر، they are، he is، she is، it is. حنا قالوا ناوي وي مع من جي مع الار. ار هي لاف ولا لافز بلاين فوتبول؟ واش نقولوا؟ نقولوا هي لافز بلاين فوتبول، هو يحب يلعب يحب لاعب كرة القدم. علاش درنا لافز؟ علاش ما درناش لاف؟ لو كان عندنا هنا ضمير، هنا كي يكون عندنا I، you، we ولا they، لو كان هكا كنخيرو هادي اللي ما فيهاش الاس. بصح مادام اذا كان هي ولا شي ولا ات، نخيرو الفعل اللي يخلص بالاس، تفاهمنا؟ نخيرو loves. مادام كاين هي صافي نقولو loves وماشي love، نقولو loves. activity 3 fill in the blanks with this or that. املأ الفراغات هادو ب this. this معنتها هذا ولا هذه، و that معنتها ذاك ولا تلك. واش معنتها؟ كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ this نستعملوها لحاجه to point for something، يعني باش اشاره لشيء يكون، كيفاش يكون قريب لينا، يكون قدامنا. مثلا كيما هاد السيلو راكم تشوفوا فيه هنا، نقول لك this، this is a pen، this is a pen. علاش ندير this؟ باسكو راه قدامي. بصح لو كان جاي بعيد راه لهيه،
نقول لك that is a pen. ذاك قلم. شو راه بعيد. That نستعملوها للبعيد. This نستعملوها للقريب. هذا مكان. هنايا مثلا كي يديروا سهم سما حاجة هذه راهي بعيدة. كي ما يديروا سما راهي قريبة. سهلة. واش نقولوا هذا cat. نقولوا this is a cat. هذا قط. ولا نقولوا that is a cat. واش نقولوا yes. نقولوا that that is a cat. باسكو that قلنا للبعيد. وهذه للقريب. عندنا هذه car. سيارة. نقولوا واش نقولوا this. very good. this is a car. راهي قدامنا هنا. وهذه واش نقولوا pencil case. هذه مقلاة ماهيش تبان مليح. نقولوا this is a pencil case باسكو راهي قدامنا. بصح هذه راهي بعيدة. واش نقولوا نقولوا that is a book. هذا كتاب. راه بعيد. ذاك ذاك كتاب. راه بعيد. دونك هذا مكان. وعندنا حاجة كانوا قادين يزيدونا زوج كلمات واحدة اخرين تاع these و those. ياك شفوا على حاجة قبلي الجمع تاع كلمة this هي these. الجمع تاعها. والجمع تاع كلمة that هي those. لو كان كانوا كاينين بزاف كتابات هنا نكتبوا those. ولو كان هنا كانوا بزاف طوموبيلات نكتبوا these. ذيس تستعمل كيف كيف للقريب كيما ذيس. ذيس تكون للمفرد كي تكون حاجه وحده. وذيس وذيس كي يكونوا كاينين بزاف حاجه زعما بزاف طوموبيلات نقولوا ذيس بصح راهم قراب. وللبعد كي تكون حاجه بعيده نقولوا ذات كي تكون حاجه وحده مفرد. وكي تكون حاجه جمع بعيده كيف كيف نقولوا عليها ذوز. اكتيفيتي 4 من الرابع put the words in the right column. يعني ديروا هذه الكلمات في الخانه الصحيحه. عندنا هاد الكلمات. وعندنا وش يميز هاد الكلمات كامل هي انهم كامل عندهم هادي تي اتش. كامل عندهم تي اتش. هايك تي اتش هنا تي اتش تي اتش. والنطق تاع تي اتش يختلف من كلمه لوحده اخرى. علاه هكا في اللغه الانجليزيه كاين كلمات اللي تنطقوا على هذا هذا الرمز هكا يمثل لنا الصوت ف ف. كاين وين هاد تي اتش تنطق ف وكاين وين نطقوها بهذا الرمز ذ. كيما في كلمة think يفكر. وكيما في كلمة this this هذه ذا this this هذه تي اش نطقناها ذ this. وهذه هنا تي اتش كيفاش نطقناها نطقناها think ث نطقناها ث. كيفاش نفرقوا بينهم والقاعدة درت قاعدة صغيرة خفيفة هكا سيد نشرح لكم فيها بسطت لكم شوية فيها راح تلقاوها في صندوق الوصف. تلقاو رابط الفيديو في صندوق الوصف اللي يحب صافي يشوف الفيديو. يعني بون عليك الفيديو اللي حنحطو في صندوق الوصف ما راحش يشرح فقط غير هادو. حليت سوجي من بعد كي لحقت للسؤال هذا مديت لهم قاعده. دونك شوفوا هذاك السوجي اذا حبيتو زيدوا شوفوا هذيك القاعده باش ترسخ مليح. عندنا هنا عندنا هنا كلمه الاولى brother brother نعرفو brother brother نعرفوه brother الاخ. يس كيفاش نطقنا تي اتش هذه نطقناها ذ brother. ما قلناش براثر قلنا brother. هي في الحقيقه هاد الدرس اغلب الاساتذه ما يمدولكش قاعده باسكو نتوما سنه اولى ما راكمش مطالبين بقاعده راكم مطالبين انو تشفاو على الكلمات كيفاش يتنطقوا. هذا ما كان تشفاو على الكلمات كيفاش يتنطقوا وتحفظوهم كي شغل ماش تحفظوا القاعده. تشفاو بصفه عامه بلي يقولوا لها هادي براذر ماشي براثر سي بون حتى قاعده ما كان حتى قاعده شو نحفظها هكاك وخلاص. بصح راهي كاينه قاعده دوك اذا جاتكم القاعده سهله حفظتوها اللهم بارك سينو لازم تشفاو تحفظوا كامل الكلمات اللي قريتوهم في القسم وتوقعوا اي كلمه. عندنا هنايا كلمه 13 ما نقولوش 13 نقولوا 13 13 معناتها 13 رقم 13 13. عندنا هنا كلمه father father. عندنا هنايا كلمه كيفاش نقولها هذه thanks 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 معناتها صحه thanks. let's move to part 2 situation of integration. وضعيه تاعنا وضعيه تاعنا واش تقول answer tom جاوب على توم. توم يبعث لك رساله في النص قرينا النص تاعو and answer him يعني جاوبو. introduce yourself عرف بروحك مدلي name age city country school كامل قولهم اسم name age العمر city المدينه اللي تسكن فيها country البلد school المدرسه تاعك واسمها.
Talk about your family members. اهدر على عائلتك. Father, mother, sister, brother. تعطي name, الاسم تاعهم, age, العمر تاعهم, و job, وش يخدموا. Use capital letters and punctuation where necessary. استعمل capital letters الماجيوشكيل وكامل مع punctuation, علامات الترقيم punctuation هما full stop, comma, colon إلى آخره. قالك استعملهم where necessary. هنا في الوضعية راهم ساعدوكم, مدولكم زعما hello Tom, مرحبا توم, my name is, تكتبوا اسمكم هنا, I am, تكتبوا هنا العمر تاعكم. حاجة مهمة هي انه كي تكونوا تهضروا شغل ديروا هكا زعما ديروا فول ستوب, ديروا النقطة هنا كي تقولها قلتوا العمر ولا قلتوا اسمكم, اسمكم هنا my name is, for example واحدة تعرف بروحها اسمها مريم تقول hello Tom, my name is مريم, I am زعما 11 years old, 11 سنة فول ستوب, I am from Algeria and I live in, واسكن في مثلا تسكن في الصيف, نقول اي تسكن في الصيف, ولا تقول البلدية اللي تسكن فيها في الصيف واسمها, الاحسن تقدر تقول بلدية فول ستوب نقطة. I am a pupil, انا تلميذة ولا تلميذ, at, في, تكتب اسم المدرسة تاعهم واسمها زعما بن مهيدي, بن مهيدي, بعد تكتب ميدل سكول متوسطة, وبعد دير فول ستوب نقطة, خلاص الفكرة. رومار كل ما تكملوا فكرة لازم ديروا فول ستوب. My father's name is, اسم والدي هو, he is, شحال في عمره, he is, كل فكرة كل ما ديروها ديروا فول ستوب, غير تكملوا فكرة فول ستوب. He is, my mother's name is, واسمها يماك, بعد دير فول ستوب. She is, فول ستوب, she is, زعما شحال في, she is شحال من عمر هنا, شحال عمرها, بعد she is واش تخدم, فول ستوب. I have, تهضر على brothers, sisters, etc. بالنسبة لهاد الوضعية هنا, هاد الجزء الثاني, مثلا مدلكم هنا كيفاش تعمروه. My father's name is مثلا عبد الله, he is زعما نقولو 40 years old, he is an engineer, مهندس. My mother, my, هذه فولش نقطة, هذه point. My mother's name is, زعما اسمها my mother مثلا فاطمة لا فاطمة. She is, شحال في عمرها, نقولو 35, 35 years old. She is a nurse, a nurse يعني ممرضة, ولا نقولو a housewife, خيرو housewife يعني ربة بيت, she is a housewife. I have, بدو تهدرو تقولو زعما I have two brothers, زعما زوج خاوة, and two sisters, زعما two sisters, زوج خيات, full stop. بعد كل واحدة, كل واحد تهدر عليه الى اخره. شوف انا درنا ديجا وضعية تشبه لهادي, سما ما كان لها نزيد نفصل فيها, مازال زيدو تكتبو نتوما تقولو واش عندكم كدا كدا, تهدرو شوية. وضعية هادي تلقاو رابط اختبار حليتو ديجا وحليت فيه الوضعية, شوفوها وتلقاوها اللي تشبه لهادي. دونك هما اغلب الظن في الاختبار ما راحش يعاونوكم هكا, يعني اظن يديروا لكم في الاختبار لكم يقول لكم كتبوا وضعية هضروا على العائلة, فاميلي, توك اباوت يور سيلف اند فاميلي, تعرف بروحك وبالعائلة تاعك وكاع, بلا ما يقول لك, بلا ما يمد لك هكا املاء الفراغ. اذا مد لك اللهم بارك راه عاونك, اذا ما مدلكش لازم تعرف تكتبها انت من راسك. دونك راني ديجا درت لكم وضعية, نحط لكم الرابط تاع هذاك الاختبار وين حليت فيه الوضعية وكتبتها في صندوق الوصف. نتلاقاو في فيديو واحد اخر, تهلاو فرحكم, take care.